جميل، أنتقل بك إلى السودان ومنها موضوع آخر. البشير نتصدى لمحاولات إيران نشر التشيع بإفريقيا. قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أن مخطط نشر التشيع في القارة الإفريقية تقوده إيران عبر مجال التعليم ونشر البعثات الدبلوماسية لطهران، خصوصا أن الأفارقة ظلوا فترات طويلة محجمين عن تعليم أبنائهم بسبب تفشي حملات التنصير في المنشآت التعليمية. وأضاف في حواره مع قناة الإخبارية السعودية مساء أمس أن السودان يتحمل اليوم عبء التصدي لمشروع تشيع القارة الإفريقية من خلال فتح أبواب الجامعات السودانية لأبناء القارة إلى جانب إسهامه في البعثات التعليمية في الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن السودان عد دراسات حول نشر التشيع ومخططات إيران في إفريقيا لتقييم الأخطار الناجمة عنها، خصوصا أن أحدثت خللا اجتماعيا في دول إفريقية مؤخرا مثل نيجيريا وأسهمت في تفشي العنف الطائفي الذي تغذيه إيران، علما بأنه لم يكن هناك حضور للشيعة في إفريقيا سابقا. يعني هل تتوقع أن يتلقى السودان دعما من الدول الخليجية لمحاربة التشيع؟ والسودان اللحظة التي انضم فيها إلى الحلف الخليجي وقطع علاقاته مع جمهورية إيران الإسلامية وأغلق السفارة الإيرانية، بدأت الخطوات من إغلاق المراكز الثقافية. واضح أن هذا تحول في سياسة السودان في علاقته مع إيران تجاه والذهاب الاغتراب أكثر في ذلك الوقت نحو دول الخليج، باعتبار أن دول الخليج لديها تنافس كبير جدا على المستوى المذهبي في مذهبي سنة وشيعة، وعلى المستوى ريادة المنطقة والسيطرة عليها. بل أن دول الخليج تعتقد أن إيران واحدة من المهددات لأمنها، لذلك حتى عندما تشتري الأسلحة لخلق توازن مع الكفة الإيرانية. لذلك السودان منذ أن بدأ هذه الخطوات منذ عام 2013 عندما أغلق المراكز الثقافية، ثم أتبع لاحقا بقطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق السفارة، واضح أن السودان أصبح جزء من الحلف الخليجي. صحيح بعض دول الخليج لم تقطع علاقات الدبلوماسية، لكن السودان الآن هو جزء من الحلف الذي يقاتل حلفاء إيران في اليمن، يقاتل الحوثيين في اليمن. لذلك السودان مندغم في ما يمكن أن يسمى بالحلف الخليجي لمواجهة إيران. الأمر الثاني قضية النشاط الإيراني في أفريقيا وعلاقة وما يمكن أن يقدم السودان. كثير من المحللين يتحدثون عن أن حتى إيران مدخلة لأفريقيا كان السودان ساعد فيه، أن إيران بدأت انتشارها داخل الدول الأفريقية عبر البعثات التعليمية، عبر بعض الاستثمارات، لأن إيران بجانب أنها تريد نشر مذهب الأيديولوجي كذلك هي دولة كبيرة ودولة لديها استثمارات وتريد أن تصبح قوة في العالم، لأن لديها بعض المصالح وجودة في بعض الدول يساعد في رعايتها. هناك حديث عن أن السودان يسهل دخول إيران لبعض الدول، لكن إذا نظرنا إلى الدول التي الآن هناك حديث عن انتشار المذهب الشيعي فيها، نجد أن دول غرب أفريقيا تحوز على النصيب الأكبر، وهذا مرتبط قد يكون لديه ارتباطات بطبيعة التدين الموجود في تلك المناطق. قد تكون هناك تدين في جزر بعض الجزر الشيعية، لكن إيران غير الأمر بتاع البعثات التعليمية عملت عبر المراكز الثقافية، عبر إرسال إتاحة الفرص لمجموعة من الطلاب الأفارقة للدراسة في جامعاتها، استخدمت الاستثمارات خاصة ليست استثمارات إيرانية مباشرة، استثمارات عبر مستثمرين لبنانيين، وخاصة أن المستثمر اللبناني لديه علاقة قديمة جدا مع أفريقيا ولديه موجود كبير جدا في أغلب الدول الأفريقية خاصة الدول المتحدثة بالفرنسية. الآن الجديد في النشاط الشيعي، هناك بعض الحديث عن بعض الأنشطة في دول شرق أفريقيا، هناك حديث عن نشاط في أثيوبيا، في أريتريا، هناك حديث عن نشاط في جزر القمر. لذلك السودان كما تحدث مدير مكتب السيد الرئيس في آخر حوار أجرته معه صحيفة اليوم التالي، قال أنه هو يعني رتب أو شارك في 20 زيارة لدول أفريقية لمسؤولين سعوديين. وقال أكثر من ذلك، قال أن الدول الأفريقية تعتقد أن السودان يمكن أن يكون مدخلة للمملكة العربية السعودية. أنا في اعتقاد أن السعودية بما لا من صيغة اقتصادي، بما لا من صيغة ديني، قد يحدث شكل من أشكال التنافس ما بينه وبين إيران داخل أفريقيا. كل الدولتين
ستسعى لدعم موقفها عبر أشكال مختلفة، عبر أشكال عمل ثقافي، عبر أشكال استثمارات، عبر إنشاء مراكز ثقافية، عبر إتاحة فرص للتعليم لمواطني هذه الدول. طيب، يعني الفترة الأخيرة الزيارات كثرت لمسؤولين سعوديين إلى أفريقيا، هل تعتقد أن هناك تحجيم للدور الإيراني الآن في القارة؟ أعتقد جازما أن هناك محاولة سعودية للحد من الانتشار الإيراني في عدد من الدول، خاصة أن بدأت الأرقام تتحدث، يعني الآن تتحدث عن أن نيجيريا، باعتبار أن نيجيريا أكبر تجمع سكاني موجود في أفريقيا، على الحديث عن أن الذين يعتنقوا المذهب الشيعي حوالي 7 مليون شخص. إذا نظرنا إلى مثلا السنغال، السنغال ظلت لسنوات طويلة جدا من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي على علاقة جيدة جدا بالمملكة العربية السعودية. الآن هناك حديث عن انتشار علاقة جيدة مع إيران وانتشار لمراكز ثقافية إيرانية. حديث برضو عن بعض الدول مثل غينيا أن هناك بعض المراكز التي تقام. لذلك أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تتحرك في هذا المجال لمواجهة للحد، باعتبار أنها هي كما زعيمة العالم السني، لمواجهة زعيمة العالم الشيعي إيران، كما أن المملكة العربية السعودية تريد أن كدولة لديها ثقل الاقتصادي وعندها قيمة الدينية، باعتبار أنها هي فيها أرض، هي أرض الحرمين، تريد أن تقول أن أنا موجودة هنا لخدمة مصالحها، أن هي لديها التأثير ولديها العلاقات ولديها القوة لخدمة مصالحها ولخدمة حالة التنافس الموجودة الآن. وده هذا جزء من التنافس المتعدد الأطراف على الغرف، كأنما أفريقيا منطقة خام وهناك العديد من الدول التي تتسابق لوضع قدم داخل الدول الأفريقية. طيب، يعني هل تتوقع أن تتدفق استثمارات سعودية إلى السودان في الفترة القادمة؟ متوقع أن تتدفق استثمارات. طبعا السعودية الآن هناك تعاني من بعض الظروف الاقتصادية بسبب ما تنفق على الحرب في اليمن، بسبب أن تراجع أسعار النفط. ستتدفق استثمارات، لكنها يعني الاستثمارات كان الحاد منها الأساسي مشكلة التحويلات عبر البنوك، كان حتى الاستثمارات من الدول الخليجية واحدة من المعوقات الرئيسية. يمكن أن تتدفق استثمارات سعودية، لكن إذا لم الحاكم في هذا التحسن عائدات النفط السعودي، لأن الاقتصاد السعودي الآن حتى الميزانية التي وجدت في عام 2017 بها بعض العجز، وهذا يحدث يعني نادرا أن تحدث الميزانية تجاز ميزانية سعودية فيها بعض العجز. لذلك أنا أعتقد أن السعودية الآن صحيح هي لن تنكفي على ذاتها، لكن لديها بعض القضايا الداخلية اللي تعمل بشكل أساسي على معالجتها.